بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا برضو في المنيو. أنا ما بعدتش كتير يا جماعة الكلام عن الأكورديون منيو. كل اللي أنا عملته في الكود اللي فات يا جماعة إني بس شلت الكلمة اللي كانت خاصة به اللي دريل داون منيو، ورحت حاطط مكانها داتا أكورديون منيو البلاجين ده يا جماعة، وكل حاجة في الكود زي ما هي اكزاكتلي. السيم الفرق الوحيد ما بين ديت واللي فاتت إني المعنى واضح طبعا، يعني بدل ما أنت كنت بتنزل لمستوى، المرة دي بيجي المستوى بتاعك بيبقى فيه زي سن التحريك كده، القايمة بتبتدي تنزل وتفتح لك العناصر بتاعتها وهكذا. ده بالنسبة للنوع ده من المنيوز يا جماعة. كل الفكرة انت النستد زي ما انت عارف طبعا براحتك بتعمله بالطريقة اللي اتكلمنا عنها، وبعدين بتروح تضيف البلاجن ده او الاتريبيوت ده داتا اكورديون منيو طبعا على الكلاس او على اليو ال بتاعتك، تمام؟ هو بتلاقي القايمة اتنفذت معاك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.